تقول فعالية ليب كل سنة تعرف قاعدين نتوسع، فمخطط المعرض يتغير معنا لأن قاعدين نكبر ونوسع الفعالية. فكان يقول أنا مستعد أشتري اللوكيشن حقي لمدة 5 سنوات قدام. فهذه كلها مؤشرات الفعالية فعلاً مهمة لأصحاب الأعمال، الشركات، الطلاب، المختصين بالتقنية. مو هنا بس، كنت أسأل الآباء والأمهات اللي يجون فعالية كيف فعالية ليب، فكان بعضهم يقول استفدت شيء مرة ممتاز أقدر أوجه عيالي عليه، استفدت معلومات مهمة، قابلت شركات، تعرفت على القطاع. لما نجي على التقنية، لو رجعت قبل 20 سنة أو خلينا نقول شوية نزيدها 40 سنة وقلت لجدك إنه في جهاز مربع تبي تسولف معي وأنت في الرياض وأنا في أمريكا وحنا نسولف نفس اللحظة لايف شوفني بصوت الصوت، شو يقول لجدك؟ يا ولدي عليك ضربة شمس. رحنا التقنية من 40 سنة إلى الآن تغيرت، من آخر 4 سنوات 3 سنوات الذكاء الاصطناعي تغير كثير. من كان يتوقع أوبن إي آي؟ طلعت تقنيات يعني فعلا مصدمين إيش يقدر يسوي الذكاء الاصطناعي. ما في أحد يقدر يتوقع وش التقنية راح تسوي خلال السنوات القادمة. لكن لما تروح مكان فيه رؤساء الشركات العالمية، فيه خبراء الذكاء الاصطناعي، فيه المستثمرين من حول العالم، راح تستفيد من رايح التقنية، راح تستفيد أشياء ما كنت تحصل عليها لو ما حضرت الفعالية. في الفعالية مو فقط المختصين في التقنية، لا، فعالية صراحة للجميع، أي كنت طالب، أب، أم، شخص عادي، صاحب أعمال، الفعالية هذه مهمة لك إنك تروح وتعرف الشركات، وخاصة عندنا تطبيق ترى مرة جميل، تطبيق اسمه ليب، تقدر تحمله، تقدر تشوف كل الشركات اللي جاية، تقدر تسولف مع أي حد جاي تقول له ودي أقابلنا مختص في التقنية هذه أو أنك من الشركة الفلانية.